الحمد لله شرح الصدور وطمأن القلوب، أحمده سبحانه وأشكره، أمهل المذنب حتى يتوب ويثوب ويؤوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ستر العيوب وغفر الذنوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ساقنا بهديه إلى صالح الدروب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في القرآن الكريم قصصٌ تحمل العبر والعظات، وقد قصَّ الله علينا قصة الخلق الأول آدم عليه السلام وزوجه حواء، تلك القصة التي تجسَّد فيها الصراع مع الشيطان، هذا الصراع الذي تنامَ ومضَت سُنَّة الله أن يبقى ما بقي بنو آدم وعدوهم إبليس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. تكرر ذكر هذه القصة في مواضع عدة من القرآن لما اشتملت عليه من مقاصد جليلة وعظات بليغة. قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لكرامته ورفعة مقامه ومنزلته. ومن كان مستجيبا لأوامر الله غدا كريما على الله، وامتلأ قلبه سكينة واطمأنت نفسه وطاب عيشه وحاله. ومن كان بعيدا عن الله معرضا عنه تعالى فإنه يعيش معيشة ضنكا. فكلا من حيث شئتما أباح الله لخلقه الطيبات، ووسع عليهم في المأكل والمشرب، فاتسعت دائرة الحلال وضاقت دائرة الحرام. ومع ذلك تغلب النفس الأمارة بالسوء صاحبها، فيستشرف للممنوع ويتخطى حدود المباح، فيحوم حول الحمى ويعظم كيد الشيطان ووسوسته فيرتكب المنهي عنه. ولذا لما قال الله لهما ولا تقربا هذه الشجرة نهى عن قربانها سدًّا لذريعة الأكل منها الذي هو مقصود النهي. ولم يزل الشيطان بآدم يدلي بغرور، يوسوس بمكر، ويقسم بغدر حتى ذاق الشجرة. ومن هنا جاءت دعوة الحق إلى سلوك المنهج الوقائي بالتحذير من القرب من حمى الحرام، صيانةً للنفس وتحصينًا للأخلاق، وحمايةً للمجتمع، وتربيةً للوقوف على حدود الله. وما وقع من وقع في الشرك إلا بالاقتراب من وسائله التي نهي عنها، وما وقع من وقع في البدعة
إلا بتساهله في الجلوس إلى أهل البدع ومطالعة كتبهم والركون إليهم، وما استمرأ أحد الكبائر إلا بوقوعه في الصغائر وإصراره عليها، وما التقنية الحديثة إلا وسيلة يتوصل بها إلى المقصود شريفا كان أم وضيعا، فيوشك من يحوم حول الحمى ويخلو بها ويقارفها أن تذهب بصلاته وأخلاقه ووقته، وتتبدل المعصية بالطاعة ووحشة القلب بالأنس بالله. وليس في المحرمات والمحظورات تقييد للحريات، بل ابتلاء واستخراج لحقيقة العبودية التي تقتضي مراغمة العدو المتربص ومراقبة الله في الخلوات والجلوات. وعلمتنا الآيات أن من اقترب مما نهى الله عنه فضلاً عن ارتكاب المقصود بالنهي فهو ظالم لنفسه، وقد يظلم المرء نفسه بالوقوع في الشبهات المفضية إلى المحرمات في المطعم والمشرب والملبس، وفي حقوق الوالدين والأرحام، وفي الأموال والمعاملات، وما يشوبها من ربا وغش واختلاس ونحوه. فوسوس لهما الشيطان. هذا الوسواس الخناس يقعد لابن آدم كل مرصد، ولن يقلع عن طبعه الذي جبل عليه من عداوة البشر. يزين الباطل، يهون المعصية، يجمل الاسترسال في العلاقات المحرمة بين الجنسين، يحقر في أعين الخلق ما هو عظيم عند الله، يشكك في الثوابت والعقيدة، يحرش بين المسلمين، يتلمس نقاط الضعف ولا يألو جهدا لاتخاذ وسائل الإغواء كل بحسبه. وغايته من ذلك ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فالمعصية تنتهك ستر ما بين الله وعبده، وإذا ذهب الستر انكشفت السوءة، وهذه الخطوة الأولى التي تسهل لما بعدها من النظر المحرم ثم الفاحشة ثم الفوضى الخلقية. وقد بلغ الشيطان مبلغه حين زرع في ذهن أقوام أن كشف العورات وخاصة من النساء تحضر وتقدمية، وما عدا ذلك تخلف ورجعية. قال الشيطان، قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأخطر الوسوسة حين تظهر في صورة النصيحة: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف لهما ليخدعهما، ولعلمه بهما أنهما ما كانا يظنان أن أحدا يجرو على الحلف بالله كاذبا. ويزداد الأمر سوءا وخطورة حين يظهر العدو في صورة صديق، والماكر في صورة مشفق، والمحتال في صورة متعاون. فدلاهما بغرور، وما زال يخدع ويتحرى التلبيس بزخرف القول وتزيين الباطل. وفي هذا التعبير إشارة إلى أنه يريد التوصل إلى الحط من مكانتهم التي أكرمهم الله بها، ليجعل منهم عصاة غاوين مبعدين عن رحمة الله، فيصيبهم ما أصابه. فماذا ترتب على هذه المخالفة بالأكل من الشجرة؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه نتيجة المخالفة، وقوع المرء في الخزي بعد الرفعة، وفي الذل بعد العزة، وفي الوحشة بعد الأنس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على واسع حلمه، أحمده سبحانه على كريم عطائه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ نداء الله لهما ولكل من تلبس من بنيهما بمنهي عنه. لم يترك الله لنا عذرا، فقد بين وأظهر وأنذر وأعذر، وفصل لنا سبيل المجرمين وطريق الشيطان وأحوال المفسدين، حتى لا نقع فريسة للوساوس والخداع. ومع ذلك، إن وقع ابن آدم فيها ثم تاب، تاب الله عليه وقبل منه، فالله الرؤوف الرحيم والغفور الودود، يفتح الباب لمن تسبب في إغلاقه على نفسه، فرحمته وسعت كل شيء. وهذا هو الدرس المستفاد من حال الأبوين: عندما اعترفا بالذنب نتعلم منهما المبادرة إلى التوبة والاعتراف بالخطأ والتذلل بين يدي الله الخالق سبحانه، والله يتوب على من تاب. ومن رسخ في الدين قدمه كثر على يسير الزلل ندمه. ما أحلاها من كلمات تلقاها آدم من ربه، علمه الله كيف يتوب ليتوب عليه. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العالي والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسر والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقاهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.